واخيرا نزلت البادجت الجديده تبع السفرات، هل اكون هلك لافرجوا عن الدفعه الجديده؟ الهيئه هالمره الدفعه مبحبحه لشمل الجمهور الثنائي. ايه هيك من الاول فتوا اموال بشكل حقيقي، خليها تتغلغل الانتفاضه بشوارع الضاحيه. ما هو بالنتيجه اذا ما دفعت السفرات لجمهور الثنائي مثل ما عم تدفع للثوار، ما حدا رح يتحرك. سجلوا عندكم شو دفعت السفرات لفاضت العالم بالشوارع. أول شيء بسبب تمويل السفرات الفاسد جاعت العالم وصارت عم تتخانق على تنكة الزيت وكيس الحليب، وبسبب تمويل السفرات الفاشل حط الدولار وراء 10,000 ليرة وعم بحلق صعوداً. يا ريت بقي شي أسبوع على 10,000، بالقليلة كانت الحسابات أسهل بلا كسور بلا بطيخ. وبسبب تمويل السفرات الفاجر بعدهم مختلفين على الحصص بالوزارات ومين بده يوزر مين ومين بيو أقوى من مين. هلأ الشيخ نعيم قاسم قالنا أنه حزب الله ما بيقدر يمون لا على الحريري ولا على بسيط لحد ما يحلوها بين بعض. هذا التصريح مع وصول أموال السفرات خلى الشارع يغلي وينزل من شمال لبنان لجنوبه، بالوقت اللي جماعة المنادين بكلهم يعني كلهم وأنا منهم مبسوطين بالزخم الجديد اللي بالشارع، لقيت الأحزاب ببعض أزلامها فرصة لتوجيه الرسائل السياسية. نحن بتحت الشهداء. وهيك منشوف جمهور الثنائي لقى فرصة للتعبير الحقيقي عن الرأي. نستغني عنه، سمعت السيد باينة، بس نحن ما عشبين اخترانا، نحن جامع نسين، بس كرمال جعنا، بس نقول للسيد نحن لو بيجي المواطب نتركك، بس نزلنا لو بس كرمال جعنا. شي مع انتخابات نيابية مبكرة، شي ضد جبران باسيل، وشي شطحت معه شوي وصفق الاستاذن به بالطريق. نحن هون عملت توفر الخادم، نحن ضد رياض سلامي حكي مصر في لبنان لانه هو سرقنا، هو والحريري ونبيه بري طيب الحريري ونبيه بري عاملهم ايه جعجع منظومه كل المنظومه كلها ومطلوب من سماحه السيد يحكي لنا ما هذا اللي قاعد بيصرف عبده اللي نايم بعده صار الدولار ب 10,000 وبعده نايم، شو بده قاعد يعمل ببعده؟ ميشيل عون خليك عراو من بعده يا عمي، الله وكيلك هو اللي جوعنا ورياض سلامي جوعنا ونبيه بري على رأسهم، أكبر نافل نبيه بري بلبنان، ولو إنه هو في زر الكرامة وعدنا الدولار يوقفه على 3,000 وين 3,000؟ نحن مع السلاح المقاوم، مع السلاح المقاوم ما خص السلاح المقاوم، نحن مع السلاح المقاوم بس ضد التجواع، نواب الحازب عكرايت أكثر منه وديكي كمان. بس بكل الحالات التعايش المشترك حتى بالتظاهرات كرمال وضع الاقتصاد المزري واصل للركب، مرات بين أبناء الجلد الوحدة. قد ما السلم الأهلي ركابه عم بتسك، اضطرت بلدية الجية بأمة وبيا تطلب من الإعلام عدم تضخيم مشكل فردي حصل بالسلاح الأبيض، وأكدت ببيانها أنه كل الجرحى من أبناء الجية ممصارين البطن بتتعارك. للحقيقة البلد مقسوم بين مشهدين، الأول عجقة العالم على بيستات التزلج، والثاني التضارب على كيس حليب وصرخة أم أنه ولادها كيفوا بس عرفوا أنه رح تجيب لهم نيدو. ومشهد تاني بين قطع الطرقات بدوليب المحروقة أو بالسيارات على فريا. هيدا مش انفصام بقدر ما هو بروجكشن لواقع اللبنانيين، الجزء اللي عم بجرب يعيش والجزء اللي عم بجرب ما يموت. وفي عندكم الزعيم اللي عم يسأل شو صار بالبلد، والتاني اللي عم يستنكر ارتفاع سعر الدولار، ومثلا وزير التربية اللي قرر يضرب لأنه مستاء من وضع التعليم، ووزير الصحة المتفاجئ بوضع الطبابة وعدم إحساس المستشفيات بالشعب وأنه بدأ فوتيرة على سعر المنصة. هيدا المنصة اللي هي من ابتكارات خريج الميريل لينش. يا حرام هيدا الكوكب كله تارك كل شيء وحاطط احطاته هو وتجيبي. قال رياض سلامة بده يرفع دعوة على بلومبرغ لأنه عم بتسيق لسمعته. بكل أمانة لو عم بتحط المجهود لترد على اللي عم يفضحوك ويكشفوا بلاويك بأنك تصحح هندساتك الفاشلة يمكن كنا لحقنا حالنا شوي. ورئيس المخلونة مفوكس على البابا وزيارته على العراق، وبعد ما جرب يروح يشوفه وما خلوه
وجه رسالة للبابا سألوا فيها ينتبه على مسيحيي الشرق وحقوقهم، بس نسي يخبروا أنه مسيحيي لبنان عم يتروقوا عز ويتعشوا كرامة بعد ما صار اسم كبير من العالم على لوائح الإعاشات الغذائية والطبية، ناطرين مكرمة زعيم المنطقة من جهة وأنه جبران باسيل يتوضع شوي عن حلمه بالرئاسة من جهة تانية. أكيد ترند الرجع على الشارع وحرق الدولية وحرق الطرقات غطى على ترند الحياة تبع الأسبوع الماضي، واللي كان انتهى بمشهد سوريالي لمحور السيادة بمسيرة موتويات بتحمل أعلام إيران. يعني أنا واحد من الناس من صغري، يعني أنا طلعت أول ما طلعت على المنبر والمعلومات كنت أنا 15. كمان غطى على ترند اللقاح والملقحين لدرجة صار إلي الفرزلي يقدر ينام مرتاح. رئيس السلفي والبلد خلفي قام بزيارة الخامسة للإمارات، عندي شعور رح يمنحوا قريباً الإقامة الفخرية. يا ريت بالقليلة بيلتهي عن هالكرسي وبيتركنا بحالنا، هيك وهيك ما رح يفلح. وأهدم شيء اللي معتبر أنه مطالبة الشعب بتشكيل حكومة يعني هو مطالبة برجعة سعد الحريري. ما عم بقدر أعرف كيف الواحد بده يفهمكن شعار كلهم يعني كلهم. وقال جنبلاط قلب وصار ما عنده مشكلة تتوسع الحكومة، والحكيم بده انتخابات مبكرة لأنه طمعان بالرئاسة. وعلوش اكتشف المية الباردة بأنه عون ما عم يقدر يفصل بين رئاسة البلد ورئاسة التيار الوطني. وبري مش راضي عن وصول الدولار لهون، وهو بعده عنده وعده اللي أطلقه تموز الماضي أنه التنين راجع الدولار ل 3200. قيمة الدولار إزاء العملة اللبنانية ابتداء من اليوم، ولكن حقيقة هو ما بين الابتداء من الترين لتحت الـ 4000 ليرة للدولار وصولا لـ 3200. منيح بوقتها ما حدد التنين بأي سنة ولا بأي قرن. شو بدكن مش مصدقيني؟ طب شوفوا كيف زبطيت مع ليلى عبد اللطيف بترقص الله يرحمه جون بيد. بس قربت تنحل. مصباح الأحدب طالب المنظومة الحاكمة بالاستقالة فورا. هن لقبل هيدا الطلب كانوا بعدهم مفكرين مطالب الشعب لعبة. بعتقد هلا رح يبلشوا يحسوا بالسخن. ممكن يطلع لي واحد ويقول لي انتو الثوار خليكن على صف حكي، ما قدمتوا لا قيادات ولا مشروع. اوكي انا معك، بس انا رح اعطيك سبب واحد لعدم تقديم قيادات للثورة. هو نقطتين منفتح المزدوجين. الثوار عم بحاربوا السلطة، وهيدي السلطة قسم منها معه سلاح بيقتل، والدليل لقمان سليم، قسم منها متمرس بتركيب الملفات والتعامل، والدليل الاتهامات الجاهزة يمين شمال للتوزيع. يعني باختصار ما في توازن قوى حالي، وما رح نسلمكن رقابنا. منسكر المزدوجين. على الهامش لهلأ ناطرين نسمع باسم القاضي طارق بيطار عم يستدعي المسؤولين بملف المرفأ. صح انه صار له 15 يوم بمنصبه، بس جريمة العصر فاتت بشهر السابع. المذنبين والمؤثرين معروفين بالاسماء والاشكال والمناصب، وبدنا حق الضحايا وحق اهلهم واولادهم. قبل ما اختم، من الواضح انه السلطة مقتنعة ان اذا انهت كم صراف بينزل سعر الدولار. هيك مثل ما بيستات تزلج اعلنت انهاء موسم وسكرت للحد من جلقان اللبناني صاحب البرستيج. من ميلة تانية وزير التربية عم بيهدد بإنهاء العام الدراسي، والسوبر ماركت قررت تنهي موضوع استغلال الفقير لحقه بالسلعة المدعومة، وعم تفرض عليه يشتري بالمبلغ المرؤوم قبل ما يحق له يشتري السلعة المدعومة. شو مثل شو قدرنا ناخد غراض؟ تاخد شامبوان، تاخد جبنة، شي بقيمة 50,000. ليش بقيمة 50,000؟ غير الزيت. ما هذا مدعوم من الدولة وانتو ضابينهم، هو الشغيل جابلنا اياهم. انتو هو ضابينهم 100%. وهلا رحنا سحبنا اياهم الشغيل لانه انتو ما لازم تضبون، لازم تحطوهم على الستاند. معلم عم نعبي رفوفنا كل ساعة، كل شيء بيخلص من عرض. انا ما بدي اشتري ب 50,000، هالقد معي مصاري. اشتري اللي بدك اياه من جوا. لحو اشتريت معي انيت ماي كيس شيب وزيت، بدي زيت. ما في يدق لك. ما فيك تدقيهم؟ شو قد ايه لازم اشتري؟ اشتري اللي بدك اياه من جوا، ما عم بقول لك شو ما هون من جوا، شو شاريهم من برا؟ يا تسلم لي. بس بدك تاخد الشيبس وبدك تاخد عصير، بدك تاخد شيء ثاني غير من جوا. شو شيء ثاني مثل شو؟ جبنه، لبنه، شامبوان، شو اللي بدك اياه. اوكي. اذا الجبنه واللبنه مش بقيمة 50,000. قطع لك اياهم. قطعي لي اياهم؟ لا معليه، إذا كنتم مفكرين إنه بس السلطة وحاشيتها بيعرفوا ينهبوا ويسرقوا وينصبوا، إيه بعدكم ما شفتوا شيء. تعوا شوفوا النصب أشكال ألوان بين عامة الشعب. ما هو بالنهاية إن لم تكن نصابا يمكن يأكلوك النصابين. إن شاء الله مو تزعم كذب،
بس لما تكون علقان بعجقة الطريق المقطوعة، حتى لو أنت مع قطع الطريق، بتصير تطلع بوجوه العالم، بوجوه أولادك اللي معك بالسيارة، وتفكر وين العدل. نحن ذاتنا عم نعاني من كل شيء، من الغلا، من السرقة، من النهب، من الاستغلال، ومن قطع الطريق. وهن قاعدين على كراسيهم حاميين بعضهم البعض، كل واحد منهم مفكر حاله مش معنى، مفلت جمهوره ذبابا إلكترونيا أو رابطين زندون بانتظار المواجهة. خلينا ساكتين.